سنة من السنين كان ابني صغير، ابتدائي اولى ابتدائي تانية ابتدائي مش فاكرة، كنت بذاكر له دين وبحكي له على السنين اللي قبل الهجرة وقد ايه المسلمين اتعذبوا على ايد الكفار، وان هم يعني مهما الكفار عملوا فيهم ودوقوهم من الوان التعذيب كانوا بيختاروا ان هم يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى ويقولوا احد احد، ويختاروا ان هم ياخدوا صف النبي محمد عليه الصلاة والسلام. المهم بدأت أوصل له الصورة أكتر وأوصف له هم كانوا بيعملوا فيهم إيه، كانوا يربطوهم في شجرة ويقلعوهم هدومهم ويضربوهم بالكرابيك ويحطوا على صدرهم حجر تقيل في عز الحر والشمس وما يرضوش يشربوهم، ومع ذلك يعني كلهم كانوا محافظين على إيمانهم بالله وبيرددوا ويقولوا أحد أحد. بعد ما حكيت له فبسأل ابني بقى بمنتهى الثقة، أنت بقى يا حبيبي لو عملوا فيك كده هتختار إيه؟ فرد بمنتهى السرعة وقال لي أختار الكفار، هختار الكفار. طبعا ساعتها يعني ايه كتمت الضحك من الضحك وقعدت افهمه لا احنا بنختار ديننا، يعني مش هنختار الكفار. لكن الحقيقه السؤال اللي انا سالته له هو اللي غلط ومش في مكانه، يعني انا ازاي بحط طفل مش فاهم حاجه في مقارنه مع المسلمين الاوائل اللي خدوا الاسلام من المنبع، الوحي نزل من ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وهم خدوه منهم على طول، يعني ما سمعوش مش بالسمع، لا دول قاعدين معاه وبيسمعوا منه هو شخصيا. وبرضه يعني هل الايمان بيدخل القلب مره واحده كده ولا بيتبني وبيزيد وبيتثبت والموضوع بيبقى تراكمي فوق بعضه؟ يعني تعليم على مواقف على قراءات على سماع خبرات على ممارسه عبادات على يقين بالله سبحانه وتعالى على تمسك بعقيده، كل ده بيقوي الايمان في القلب، وساعتها لما تتحط في اختيار حقيقي او اختبار هيبان اذا كان في قوه ايمان او الايمان هش وضعيف. الحقيقه انا يعني حرمت بطلت اسال ولادي اسئله صعبه من دي، بس الحقيقه ما بطلتش ولا هبطل احكي، واعتقد كلنا او نحكي قصص من السيره والقران الكريم، قصص المتمسكين بايمانهم في مواجهه الكفر ومواجهه التعذيب. الحقيقه القصص دي مبهره ومن الحاجات اللي بتحفز الايمان في قلوب الكبار قبل الصغيرين. احنا النهاردة هنعمل كده، هنحفز الإيمان في قلوبنا لما نسمع قصة من قصص نساء أهل الجنة، هي قصة آسية زوجة فرعون مع فضيلة الشيخ أحمد الصباغ. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا على الحبيب، قلبك كتير، ربنا يبارك في حضرتك. توكل على الله، اتفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ودائما صل على الحبيب، قلبك طيب، صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتحدث عن ملكة عن ملكة متوجة عن الكاملة عن ثانية اثنتين. نوضح نترجم ملكة لأنها زوجة ملك طبعا، الكاملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالكمال. ده مين اللي شهد لها بالكمال؟ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي شوف لما النبي يديها توقيع يديها ختمة يديها تأشيرة أنها كاملة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. شوفي بقى الترتيب، مريم بنت عمران وآسية، شوفي أنت بعدها على طول، بعدها على طول بنت مزاحم زوج فرعون، وخديجه بنت خويلد، وفاطمه بنت محمد. امال حبيبتك فين يا رسول الله؟ قال لي اصبر بقى، عديت الاربعه دول، مريم واسيه وخديجه وفاطمه، قال اه خد اللي بعدها بقى، وان فضل عائشه على سائر النساء، اهل العلم قالوا بمفهوم الاربعه دول، وان فضل عائشه على سائر النساء كفضل الثريد، الف لام س ر ي د، كفضل الثريد على سائر الطعام. السريد كان نوع من انواع الطعام الفخم قوي الغالي قوي العالي قوي. فسيدنا النبي بيقول لا، عائشه دي قصه ايه؟ لان هي اللي هتوصل بقى بعد قصة كده لكل قصه لوحدها، هي كانت الوصل. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد كده مع الصحابه. شوف النبي يا استاذه الحته التربويه عند النبي عاليه قوي، علماء التربيه وبتوع التنميه البشريه اللي ربنا يكرمهم ويقومهم حاجه جميله، مجال حلو وجميل ربنا يوفقهم، يتعلموا من النبي. النبي قاعد كده فخط خطوطا اربعه، هو قاعد كده في التراب على الارض عمل خط، اثنين
ثلاثة أربعة. فقالوا له خير يا رسول الله، إيه ده؟ شوف التشبيه عند النبي. قال لهم حسبوك من نساء العالمين أربعة، مريم وآسية وخديجة وفاطمة، أدي الكاملة.